في إطار حرص الدولة المصرية واهتمامها بتطوير منظومة العمل البحثي والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة من أجل سد الفجوة بين منظومة العمل البحثي وبين المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة ومصادر التمويل، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بعمل منظومة التقاء الفرص بالمهارات ساينس هاب، حتى تكون حلقة الوصل بين الكوادر البحثية وفرص الاستفادة منها في المجالات التطبيقية. تمثل ساينس هاب قاعدة البيانات الموحدة لكافة المعنيين بالعمل البحثي والأكاديمي لإيجاد حلول مبتكرة. ويتجلى دور ساينس هاب في خلق مساحة للتواصل بين الباحثين والأكاديميين سواء من داخل أو خارج مصر، وبين كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية، حتى تكون مرجعاً غنياً بالمعلومات لصالح منظومة دعم اتخاذ القرار وتوجيه وانتقاء الكوادر. توفر المنظومة مركزاً للتلاقي بين كافة المعنيين بالقطاعات التكنولوجية والصناعية، وذلك عن طريق نظام الترشيح العامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بعرض أنسب الباحثين، الشركات الناشئة، الفرص البحثية، الأفكار العلمية طبقاً للتخصصات التكنولوجية والصناعية الخاصة بكل نوع من أنواع المستخدمين. إمكانية عمل مجموعات بحثية من عدة تخصصات مختلفة بغض النظر عن الجهة التابعة لها، وذلك لتحقيق التكامل المنشود بين كافة العاملين في قطاعات التكنولوجيا. تتيح المنظومة المساحة اللازمة لعرض الإمكانيات والنتائج والخبرات التي تمتلكها الجهات، وكذلك الأفكار والمشاريع البحثية والأكاديمية، وذلك عن طريق عمل صفحة تكنولوجية مخصصة، حيث يتم تقسيم هذه الصفحات إلى أقسام لتسهيل عملية البحث. تتمتع المنظومة بمساحة خاصة صممت خصيصاً لتحقيق أكبر مساحة من التواصل بين المهارات والإمكانيات وبين الفرص. من خلال هذا القسم تستطيع الشركات نشر المشاكل والتحديات التي تواجهها وإظهارها أمام الباحثين المتخصصين في هذا المجال. وعلى الجانب الآخر يستطيع الباحثون والطلبة عرض الأفكار البحثية في صورة عروض وإظهارها أمام المصانع والشركات وجهات التمويل المعنية بذات التخصص. تقوم المنظومة بإعداد مجموعة كبيرة من التقارير الخاصة بأعداد العاملين في كل قطاع تكنولوجي، مشمولاً بمستوى الاستعداد التكنولوجي TRL الخاص بكل العاملين في هذا المجال. ومن ثم تستطيع المنظومة قياس المستوى التكنولوجي الخاص بالمجال ذاته على مستوى الدولة، ويتضح من ذلك أوجه القصور في المجالات المختلفة، مما يدفع في اتجاه توجيه البحث العلمي لسد العجز في المجالات ذات المستوى التكنولوجي المنخفض وتعزيز المجالات الحرجة والمجالات ذات الأهمية الصناعية. ساينس هاب مركز الالتقاء بين المهارات والفرص.